ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. سيس أخبار اللي بدأت جريدة سيس أخبار اللي بدأت قالت عمر فاس مع في بوحدة لهذا في الأول عدد لها بقي كان احتفظوا به. قلنا لما كان اتحاد بين فاس ومكناس ما تكونش تنمية، ولهذا سمينا سايس أخبار، يعني سايس أخبار يعني كتجمع فاس ومكناس منذ البداية منذ 20 سنة قبل، وكان الافتتاحية هي هذه. قلنا خاص فاس تمشي مع مكناس ومكناس تمشي مع فاس باش يعطيو تنمية جهوية متميزة، ولهذا كنا حنا نخالف، كنا كتبنا بأن نخالف الجهوية السياسية اللي كانت مدايرة ذاك الوقت. حاليا عاد وصلنا لهذه المسألة هذه وهي مهمة. نرجع باختصار لأن ما نطولوش الأسباب اللي نشأت التي دفعت لنشوء الفيدرالية المغربية لنشر الصحف الجهوية، من بين يعني الإكراهات اللي واجهت الصحافة الجهوية هي الصعوبات في الإشارات والإعلانات باش تعيش الصحافة. ولحد الساعة الإعلانات الإدارية والقضائية والشرطة القضائية في المحاكم كتلقى الإعلان مكتوب عليه ينشر في جريدة يومية وطنية، الشيء اللي كيضر صفة يعني بقوة الصحف الجهوية وكيحيد لهم الحق ديالهم في نشر الإعلانات. حنا حاولنا مع وزارة الاتصال باش هذا الإعلان هذه المسألة بهذا النوع هذا يحيدوها، وفعلا استطعنا في مكناس باش يكون الإعلانات القضائية كلها كتنشر الجريدة الجهوية اللي هي جريدة سايس أخبار اللي هي كاينة حاليا، وهذا بغينا نعموه على جميع الجرائد الجهوية ونحيدو ذاك الناس تنشر في، وحنا كنا في شي تناوسي بيدي لهنا عند المحاكم هنا في فاس، وحيدنا لهم الفكرة أن تنشر في جريدة وطنية يومية إلى آخره. فهنا دابا حنا جهويين كيخص كل محكمة في كل جهة تعطي الصحف الجهوية ديالها الإعلانات اللي كتكون للمحاكم والإدارات باش تبان الجهوية، ما تبقاش هذيك الوطنية اللي كانت شحال هذه. حنا كنمشينا في الإطار الجهوي، خاص يكون هاد الجهوية اللي متطورة ومتقدمة تبان حتى من خلال الصحف وبدون شراكة ومشاركة مع الإعلام، ما يكونش جهوية يعني متقدمة كما يتكلموا عليها المسؤولون. تم اليوم بمدينة فاس تأسيس الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لنشر الصحف الجهوية بمقر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ويجدر بالذكر أنه يشترط في المكاتب المسيرة للفيدرالية المغربية لنشر الصحف الجهوية أن يكونوا ناشرين أو رؤساء مؤسسات أو منابر إعلامية، سواء كانت ورقية أو إلكترونية مستوفية للشروط القانونية. ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.